جدا، وربما حتى لو كان نشوفه في أوقات معينة كانت فيها على حدود الدولة الزيانية مثلا، كنا صدرنا الكثير من المعارف والعلوم في أوقات الدولة الزيانية لدولة بني مارين، على سبيل المثال ابن الفحام الذي بنى ساعة المنقانة في تلمسان وأعجب بها سلطان فاس المريني، وطلب من ابن الفحام أنه يروح يعمل ساعة مماثلة لها، فأصبحوا يقولون اليوم أن المنقانة هي مغربية. تخيل أنت، جزائري صنع اختراع تقني ميكانيكي، ساعة تدور الساعة اللي هداها ملك المغرب أعتقد لي من هداها، أظن أنا ما سمعتش لكن هداها، لكن ما قرأت وما أنا متأكد منه أن المنقانة هذه صنعت في تلمسان ساعة خشبية ميكانيكية، وهذا الساعة استدعي صانعها إلى فاس لصناعة ساعة مشابهة، واليوم نشوفه يقول لك المنقانة ابتكار مغربي. احنا نسأل فقط، هل ابن الفحام أنت تتحدث وأنا سبحت معك عبر جوجل أين، لأنهم هم نسبوا المنقانة للمغرب ثم قالوا أن الملك هو من أهداها، الملك أعتقد ملك المغرب.